مكونات الحاسب. بما أن شغلنا رسمي وبنختار من أجهزة الشركات الجاهزة، لازم تعرف وش مكونات الرئيسية في كل جهاز عشان تختار الجهاز المناسب لك. المعالج، وسبق وشرحناه بالتفصيل في الفيديو السابق. الرام، وهي الذاكرة المؤقتة اللي من خلالها تفتح البرامج والملفات وتستعرضها، وبعطيك مثال عشان تفهم. لو انت بالسوبر ماركت وشلت كيسين بيدك اليمين وكيسين بيدك اليسار، ولو افترضنا ان الرام عندك 4 جيجا، في حالة زدت الرام 8 جيجا بتشيل دبل عدد الأكياس، 4 يمين و4 يسار، والأكياس تمثل البرامج والملفات اللي فاتحها وشايلها الجهاز عشان تشتغل عليها بشكل مؤقت، وكل ما سكرت برنامج كل ما قدرت تشيل بداله وهكذا. كرت الشاشة، كلنا نعرف ان شاشات الأجهزة تطورت والكل شاشة طول وعرض، وصارت دقة الشاشات عالية مثل Full HD، 2K، 4K، وهي تمثل الطول والعرض لما بداخل الشاشة، بمعنى الشيء اللي تشوفه بعينك. فكل ما كان كرت الشاشة قوي، كل ما قدرت تشغل ألعاب وأفلام بدقة عالية، وكذلك كل ما قدروا الشركات بأجهزتهم يحطون شاشة بدقة عالية. فبالتالي إذا تبي جهاز شاشة دقة عالية وشغل ميديا والعاب بدقة عالية، ركز على كرت الشاشة. الهارد ديسك، أي شيء بتحفظه بجهازك بيكون فيه، وهذا الأمر معروف، لكن غير معروف إن له علاقة مباشرة في سرعة جهازك، بمعنى إذا فتحت 1000 صورة بمجلد واحد، سرعة استعراضها يتحكم فيها الهارد ديسك، وهم نوعين معروفة، القديم HDD والجديدة والمستخدمة ولازم تختارها هي SSD، وتدري إن انتل تصنعها وتنافس شركات فيها؟ فتحات الجهاز، في فتحات خاصة بعرض ما بداخل الجهاز في الشاشات الخارجية، وأشهرها HDMI، وهي الأكثر استخداما حاليا، وهي خليفة الـ VGA، فأحرص يكون فيها. فتحات نقل البيانات، احرص يكون جهازك فيه الـ USB 3 لسرعة نقل تصل 5 جيجا بالثانية. لكن تدري في فتحات اسمها Thunderbolt من انتل تقدر تقدم لك سرعة نقر 40 جيجا بالثانية، ولا تدعم الإرسال والاستقبال بنفس الوقت مع توصيل الأجهزة بعضها البعض، فلا تفوتك. فتحات قارئ الذواكر، إذا كنت مصور تستخدم الذواكر بشكل كبير، ترى أغلب الأجهزة في وقتنا الحالي تقدم لك فتحات لقراءة الذواكر SSD المعروفة. ومعلومة إضافية، في فتحات جديدة اسمها USB من نوع C بدأت تنتشر مؤخرا، ميزتها نحيفة وتدعم شحن الأجهزة وتوصل سرعة النقل إلى 10 جيجا، ومي بس بأجهزة الحاسب، بتكون كذلك في الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية. إذا عرفت هذه المعلومات البسيطة وقريت عنها كل فترة وفترة وتابعت تطورها، راح تختار دائم الجهاز المناسب لك بدون ما تسأل خويك التقني أو تندم بعد شراء الجهاز. انتظرونا في الحلقة القادمة، راح نتكلم عن أنواع الحاسب 2-in-1، All-in-1، اللابتوبات، الألترا بوك وإلى آخره، وكذلك فيه نصائح وإرشادات لاستخدام الويندوز. لا تنسى تشاركنا في الهاشتاج الرسمي للسلسلة، في حلقات كثير ومسابقات كثير قادمة، فشكرا لإنتل السعودية إتاحت لنا الفرصة ونقدها.